صناعة المحتوى على قد ما هي ممكن تبان ظاهريا سهلة، لكن في الحقيقة دي كلمة معناها كبير قوي. ده موضوع حلقتنا النهاردة، خطوات صناعة المحتوى. أهلا بيكم في برنامج الوصل. الكلمة الشهيرة content is the king دي حقيقة مطلقة، والمحتوى مش يعني كلام بيتكتب بس، لا دي المقصود بيها أي حاجة بتتعرض، من مقالة أو صورة أو فيديو أو حتى مزيكا. فأنت المفروض تدمج كل العناصر دي عشان تطلع محتوى متميز. قبل ما تفكر تصنع محتوى لازم تحدد مين الشريحة المستهدفة اللي انت عايز توصل ليها، ده طبعا بيطلب انك توصل لسلوكيات واهتمامات الشريحة دي، يعني بيحبوا ايه، بيهتموا بايه، متواجدين فين، وحاجات تانية كتير. باختصار يعني جيوغرافيكس وديموغرافيكس للشريحة المستهدفة اللي انت عايز توصل لها. طيب بس كده؟ لا طبعا، دي اول حاجة بس، لكن في حاجات تانية كتير. بتحدد ايه الهدف من صناعة المحتوى اللي انت عايز توصل لشريحتك المستهدفة، وبعدين بتحدد ايه نوع المحتوى ده. يعني لو بتعملوا حملة إعلانية بتحدد هي حملة توعية أو إضافة قيمة للشريحة المستهدفة أو محتوى بيعي، وفي أنواع تانية كتير. طيب بعد تحديد نوع المحتوى تبدأ تحدد إيه تون أوف فويس اللي أنت هتستخدمها، وإيه هي الجملة الحات اللي أنت عايز توصلها لشريحتك المستهدفة. تمام، بعد كده بتحدد إيه هي القنوات اللي أنت هتوصل بيها المحتوى بتاعك، عشان لازم تكون مدرك جمهورك اللي أنت عايز توصله موجود فين. بعد ما تخلص كل ده تبدأ في تنفيذ المحتوى بتاعك باستخدام أدوات كتير. لازم في نهاية المحتوى توصل conclusion، خلاصة يعني لجمهورك المستهدف، وبعدين توصل لجمهورك ايه هو call to action اللي انت عايزهم يعملوه، يشتري، يحجز، يساين اب، او اي حاجة انت عايزهم يعملوها. طيب هل كل ده بيقوم بيه شخص واحد؟ لا طبعا، ده بيقوم بيه اشخاص باكتر من تخصص عشان دماغك يوصل ليها الوصلة الصح. كتير مننا بيكره الاعلانات، تفتكروا ليه؟ عشان دايما بنحس اننا فريسة. طب ازاي نبيع من غير ما الاودينس يحس اننا بنبيع؟ الاجابة باختصار هي التسويق بمحتوى بانواع المختلفة، وانك توصل قيمة لجمهورك المستهدف. حابة اقول لكم كام معلومة كده تثبت لك اهمية التسويق بمحتوى عشان انت تبدأ من دلوقتي تنفذه. في احصائية نشرها Content Marketing Institute قال فيها ان 61% من حجم الشراء اونلاين هو بسبب قراءة مدونة على الانترنت، وتقريبا 25% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل بشكل مستمر مع الحسابات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والبيزنس. في إحصائية تانية لموقع أوبرلو الشهير قال فيها أن 54% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بيعتمدوا على المدونات للبحث عن المنتجات والخدمات الجديدة. اتحمست؟ لكن ممكن تكون حسيت الموضوع ليه تفاصيل كتير، لكن مش صعب ولا معقد، انت بس المطلوب منك تنظم أدواتك زي اللي أنا حاول أوصله دلوقتي. بالنسبة للشريحة المستهدفة ودراسة سلوكيات عميلك اللي اتكلمنا عليها كخطوة أولى، مصادر المراجع مفيش اكتر منها عشان توصل اللي انت عايزه، بس انت زي ما قلنا لازم يكون عندك نظام وإطار تمشي عليه زي الخطوات اللي قلناها فيما سبق، وهي بعض المصادر عن الموضوع ده في الديسكريبشن بوكس، يا ريت تبص عليها وما تكسلش. بالنسبه لخطوه تحديد الهدف من المحتوى دي بدماغك انت، اما خطوه تحديد نوع المحتوى ففي انواع تانية كتير، زي اللي بياخدنا في رحله او مربوطه بقصه، واللي بيلعب على احتياجات ومشاكل الناس، واللي بيفكرنا بالذكريات. في انواع محتوى بيضحكنا، في محتوى بيخلينا ناخد اكشن، واللي بيخلينا متحمسين لعمل شيء معين بنتكلم عنه. في انواع كتير وكتير، لكن كلها بتعتمد على ايه هو الهدف من المحتوى ده اللي انت بتوصله للناس، ولانهي شريحه وفين. في رابط في الديسكريبشن بوكس في انواع المحتوى بالتفصيل. اما بقى خطوه القنوات اللي هتنزل فيها المحتوى، وهي القنوات اللي هتستخدمها عشان تعرض محتواك، هل فيسبوك ولا انستغرام ولا يوتيوب ولا مقال على مدونه ولا تيك توك ولا تلفزيون او راديو او اعلانات او الدور، ولا انت محتاج كل دول. وفي في الديسكريبشن بوكس لينك في انواع الجمهور المختلفه، نسبه تواجدهم في كل منصه مع الباير بيرسونا. في خطوه مهمه قوي انك تحدد عميلك في اي مرحله من المراحل الشرائيه، ولو ما تعرفهاش هتلاقي لينك في شرح مفصل للمراحل دي مش ناسينك في الديسكريبشن بوكس. في النهايه لازم تعمل خلاصه زي ما انا عملت هنا وتقول اللي انا هقوله دلوقتي حالا. دلوقتي بقى محتواك جاهز، بس لسه دورك ما انتهاش. تابعنا كل يوم اتنين في برنامج الوصلة اللي بتقدمه شركة كور ديجيتال عشان نقولك ايه هي الخطوة الجاية. شوفكوا على خير وانتوا دايما متواصلين. باي.